بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس آخر من دروس مادة التربية الإسلامية المخصصة للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي. في الدرس السابق تحدثنا فيه عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن مع درس آخر من دروس هذه المادة. سبقت الإشارة إلى أننا وضعنا وضعية دامجة، وهي هذه الوضعية، ورأينا فيها عدة مواقف واستخرجنا من خلالها الشخصيات والحدث الرئيسي والسياق والمواقف والإشكالات، وكذلك طرحنا مجموعة من الفرضيات. ورابط هذا الفيديو تجدونه في صندوق الوصف وفي أول تعليق حتى تعرفوا هذه الأمور، لأنها أساسية، لأن درسنا اليوم هو سيجيبنا عن بعض الإشكالات التي طرحنا في هذا الدرس. إذا نذكر بالإشكالات التي استخرجناها من هذا الدرس. إذا من تلك الإشكالات، أولا، ما المقصود بالعبادة، وهل تشمل كل مناحي الحياة؟ ثم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وماذا تقصد حليمة بحقوق الله تعالى، وهل الإتقان يعتبر عبادة، وأي الشخصيات على صواب؟ إذن كان هذا تذكير بهذه الإشكالات، ودرسنا سيجيبنا عن بعض هذه الإشكالات. إذن نبدأ على بركة الله. عندنا نقط أساسية في هذا الدرس الذي هو بعنوان العبادة غاية الخلق، أركان الإسلام، المفهوم والغاية. إذن عندنا محورين أساسيين، محور متعلق بالعبادة ومحور آخر متعلق بأركان الإسلام. الأول سنرى فيه مفهوم العبادة وغايات هذه العبادة، لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى، والمحور الثاني سنخصصه لبيان أركان الإسلام من حيث المفهوم ومن حيث المقاصد. سنتعرف على كل ركن، تعريف هذا الركن ومقاصد هذا الركن، غايات هذا الركن. ثم إن شاء الله نبدأ على بركة الله. إذا نبدأ بمفهوم العبادة، وإذا تذكرتم في الوضعية التي طرحت وردت فيها آية، وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية هي من سورة الذاريات، وهي آية مركزية في مثل هذا الدرس. إذا أسألكم سؤال من خلال هذه الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس؟ ممتاز. إذا الجواب هو كلمة ليعبدون، أي خلقنا الله سبحانه وتعالى، خلق الإنس وخلق الجن من أجل غرض، من أجل غاية، من أجل هدف. هذا الهدف هو ماذا؟ هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا الآية هنا تبين لنا الغاية من خلق الجن والإنس. ممتاز. إذا عرفنا الآن مفهوم العبادة، أو الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليكم، فمفهوم العبادة، مفهوم العبادة بشكل عام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال. كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، فهي تسمى عبادة من العبادات. وهذا التعريف إن شاء الله ستفصلون فيه أكثر في المستوى الثاني إعدادي والثالث إعدادي. إذن تفهمون هذا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أي أن أي شيء تقوم به إذا كان هذا الأمر مما يحبه الله فهو يعتبر عبادة، وليست مقتصرة فقط على الصلاة والصوم والزكاة، إنما هذه الأمور هي جزء من العبادة. إن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذا الحياة كلها يجب أن تكون عبادة، ما في ذلك الأكل والشرب والنوم والعمل وكل شيء، إذا كان هذا الأمر مما يحبه الله ويرضاه، طبيعة الحال لها شروط معينة. إذن تحتفظون أنتم بهذا المفهوم، وفي النهاية إن شاء الله سأكتب لكم هذه الأمور التي ستدونونها في دفاتركم. نمر الآن إلى الغاية، لماذا الله عز وجل خلقنا لعبادته؟ إذن هو خلقنا لعبادته، إذن نحن لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذن نرى هذا الحديث
ونحاول أن نستخرج منه بعض مقاصد أو بعض غايات العبادة. لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابي، هذا الصحابي اسمه معاذ، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان راكبا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا الحمار يسمى عفير، وهذه يعني تسمية الحيوانات ليست بجديدة، إنما كانت قديمة. إذن يسمى عفير. فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن تلاحظون أن هذا الحديث يبين لنا حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق ما هو؟ قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن عندما نعبد نحن الله عز وجل، إذا الغاية من تشريع العبادة هنا ما هو؟ جيد، إذن أول شيء هو أداء لحقوق الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تعبد الله عز وجل من غايات هذه العبادة أنك تؤدي حقا من حقوق الله. إذن نقول الوفاء بحق الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال إذا فعلت ذلك فجزاؤك أن الله سبحانه وتعالى لن يعذبك. إذن قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن من خلال هذا الحديث رأينا غاية من غايات العبادة، وهي الوفاء بحق الله تعالى، أداء حق لله. فأنت عندما تعبد الله فأنت هنا تؤدي حقا من حقوق الله الذي خلقك وأوجدك في هذا الكون. نتأمل الآية الثانية أو النص الثاني، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن رأينا في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وذكر الله هو من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ومن غايات هذا الذكر أنك عندما تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت تحس بنوع من شراح الصدر ومن الطمأنينة. إذن فمن غايات العبادة هو هذا الأمر الذي يحصل لك عندما تعبد الله سبحانه وتعالى، هو الشعور بالراحة والاطمئنان القلبي. إذن رأينا الآن غايتان: الغاية الأولى هي الوفاء بحقوق الله، ثم ما يحصل لك من شراح الصدر وطمأنينة القلب. وبطبيعة الحال فالإنسان عندما يعبد الله سبحانه وتعالى فهو يعبده بحثا عن رضا الله سبحانه وتعالى. إذن من غايات العبادة نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك من غاياتها نعبد الله لإصلاح نفوسنا، ففي العبادة إصلاح للنفوس وكذلك إصلاح للمجتمع. إذن هذه مجموعة من الغايات: أولا الوفاء بحق الله سبحانه وتعالى، نيل مرضات الله، ثم إصلاح النفوس، ثم إصلاح المجتمع، وكذلك انشراح الصدر وطمأنينة القلب. نمر إلى أركان الإسلام. أركان الإسلام تعرفونها ونستخرجها معا من خلال هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لنعيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وحج البيت وصوم رمضان. إذن عددها كم؟ عددها 5 أركان، وسنرى تفصيل هذه الأركان، كل ركن ما هو تعريفه وما هي مقاصد وغايات هذا الركن، لماذا شرع هذا الركن، ما هي الأمور التي سيحققها لنا. إذا نبدأ بالركن الأول، وهو إذا من خلال هذه الصورة ما هو؟ نعم، إذا هو الركن الأول لا إله إلا الله، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الركن أي أنك عندما تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله، فهذا فيه إقرار واعتراف بوحدانية الله عز وجل، أي أنك تعترف بأن هناك إله واحد، ثم كذلك تعترف برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مفهوم هذا الركن، إذن إقرار واعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما الغاية وما المقصد من هذا الركن عندما تعترف؟ هل يكفي فقط أن تعترف بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل لا يكفي هذا الأمر؟ إذن هذا من غايته ومن مقاصده، أي إذا كنت تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يفرض عليك عبادة الله عز وجل وحده، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به وفي كل ما ينهى عنه ويأمر به. إذن هذا الركن الأول، ونحن نختصر حتى لا نأخذ من وقتكم الكثير. نرى الركن الثاني، إذن هذه الركن تشير له هذه الصورة، وطبيعة الحال الركن هو ممتاز، هو الصلاة، إقامة الصلاة. إذن قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذا نبدأ بتعريف الصلاة. الصلاة في تعريفها، نحن عندما نصلي ماذا نفعل؟ إذا الصلاة في تعريفها هي مجموعة من الأقوال، مجموعة من الأفعال، فيها أقوال وفيها أفعال، فأنت تقرأ آيات وتذكر بعض الأذكار وتقوم وتقعد وتسجد تركع، إذا أنت تقوم بمجموعة من الأفعال وأيضا تقول مجموعة من الأقوال، وطبيعة الحال هي أقوال محددة، أقوال مخصوصة، لا تقول أي شيء من عندك، وإنما هي أمور محددة مبينة. إذا أو نقول في تعريف الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالسلام، أي نبدأها بتكبيرة الإحرام ونختمها بالسلام. هذا تعريف مختصر للصلاة، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذا قلنا مخصوصة أي محددة، فأنت عندما تقرأ أو لا يمكن أن تأتي بقرآن من عندك، إنما تقرأ الآيات من القرآن الكريم، إذن هذه أقوال مخصوصة، وكذلك أفعال مخصوصة محددة، فهناك الركعات محددة وكل شيء مضبوط بدقة. إذن هذا معنى ذلك. ثم هنا غايات ومقاصد هذه الصلاة. إذن توزيان، إذا رجعنا إلى الآية، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا من مقاصد هذا الركن، من مقاصد آداء الصلاة، أنها تحصن تحميك من الوقوع في مجموعة من الأمور السيئة، فأنت عندما تعبد الله عز وجل وتحافظ على صلاتك، فعندما تفكر في القيام بسلوك سيء تقول مع نفسك: أنا أصلي وأفعل هذا الأمر، يجب أن لا أفعل هذا الأمر، فصلاتك تنهاك عن الفحشاء سواء في القول أو في الفعل. إذن هذه من مقاصد الصلاة، أنها تحصنك من الانحرافات السلوكية والفعل القولية، ثم أيضا تهذب نفسك، والمهم من ذلك أنها صلة بين العبد وربه، فأنت عندما تصلي فأنت تحافظ على هذه الصلة بينك وبين الله، لأنك عندما تكون ساجد فهذه هي اللحظة التي تكون فيها قريبا جدا من الله عز وجل، ولذلك سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. إذن نذكر، إذن من مقاصد الصلاة
صلة بين العبد وربه، فيها تهذيب النفس، وفيها تحصين للمسلم من الفواحش والمنكرات. هذا فقط من باب الاختصار، وليس هذا حصر لمقاصد الصلاة. نكمل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. إذن هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرت بأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. نمر إلى المفهوم الآخر، وهو ركن آخر من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. تلاحظون هذه الصور هي تشير لنا لهذا الركن. في نظركم ما هو هذا الركن؟ نعم، إنه الزكاة، الركن إخراج الزكاة. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الآية هنا من سورة التوبة. إذن هنا ماذا نقصد بالزكاة؟ الزكاة هذا درس من الدروس المقرر عندكم إن شاء الله في السنة الثالثة إعدادي، وفيه مجموعة من التفاصيل. ما يكفي الآن أن نتعرف بشكل عام على معنى الزكاة. الزكاة هي عبادة مالية. عبادة ماذا؟ مالية. لماذا مالية؟ لأن فيها متعلقة بالمال، تخرج جزءا معينا من مالك. إذن هي عبادة مالية محددة المقدار، يخرج الغني يخرجها الغني من ماله ويعطيها للمستحقين الذين حددهم الشرع. الإنسان عندما يصل إلى مبلغ معين من المال فتجب عليه الزكاة، وهذا المقدار هو محدد في الشرع، يخرج نصيبا. ليس هذا النصيب هو الذي يحدده، إنما الشرع هو الذي حدد كم يجب عليك أن تخرج من المال. إذن هي عبادة مالية محددة المقدار، يخرجها الغني من ماله ويعطيها للمستحقين الذين حددهم الشرع. من هناك أصناف معين، مثلا إذا أعطيت المال أو الزكاة لوالدك فهذا لا يجوز، لأن هذا الوالد ليس مما يستحق الزكاة، لأن من الأصل أن الإنفاق على الوالد هو أمر واجب. إذن قلنا هناك تفاصيل في هذا الدرس، ما يكفي هو أن تأخذوا فكرة عن هذا الأمر. ثاني شيء وهي مقاصد هذا الركن، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة؟ إذن في الآية قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن من مقاصد التطهير، تطهرك هذه الزكاة من مجموعة من الأمور، تطهر نفسك من البخل، إنسان لا يكون بخيلا شحيحا عنده المال ولا ينفق في ذلك، وكذلك تزكي نفسك وتزكي لك هذا المال وتبارك لك فيه. إذن لها فوائد كثيرة، من ذلك تطهير النفس كما ذكرنا من البخل والأنانية، لأن الأناني هو الذي يفكر فقط في مصلحة ذاته، لكن عندما تعطي من هذا المال لمن يستحقه من الفقراء والمساكين وغيرهم، فأنت هنا تتخلص من هذه الأنانية وحب الذات. ثم كذلك فيها إحلال البركة في المال، وكذلك تربيك على التضامن وعلى التكافل، وأيضا فيها وفاء بحق الفقراء. إذن هذه بعض من مقاصد الزكاة. نمر إلى الركن الآخر من أركان الإسلام، وهذا الركن تشير إليه هذه الصورة. نعم، إذن واضح، هو رمضان، هذا الشهر الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب. كتب بمعنى فرض، أي أن صيام رمضان هو واجب. وقال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي صيام رمضان والصيام بشكل عام هو ليس فقط يعني خاص بهذه الأمة، وإنما حتى الأنبياء السابقين فهم كانوا يصومون. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون صيامهم مثل صيامنا، إنما كانوا يصومون بكيفية، يعني ليس بالضرورة أن يكون شهر رمضان هو بالذات، إنما هم يصومون
بطريقة معينة، يصومون عددا معينا من الأيام، وهذا ليس ارتبط، هذا ليس موضوعنا الآن، وإنما المفروض أن المهم هو أن الصيام كان من قبل، كان من قبل ولا زال مستمرا. إذا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا ماذا نقصد بالصيام؟ الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع تجنب كل ما يفسده. إذن هذا تعريف بسيط. إنسان يمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع، يعني إذا جامع زوجته، إذا كان الإنسان متزوج، هذا يسمى يعني الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هناك وقت محدد، ولكن لا بد بنية التقرب إلى الله، إن هناك من يصوم ولكن ليس عبادة، وإنما هو يصوم مثلا من أجل المحافظة على بدنه، يعتبره كنوع من أنواع العلاج، كنوع من أنواع العلاج. إذن لا بد أن يكون صومك بنية التقرب إلى الله، ثم أيضا مع تجنب كل ما يفسده. فليس الصيام فقط أن تمتنع عن الأكل والشرب، وإنما لا بد أن تصوم جوارحك، تصوم عينك عن النظر المحرم، كذلك يصوم سمعك عن سماع المحرمات، يصوم لسانك عن سب الدين وعن كل كلام سيء وعن النميمة والغيبة وغير ذلك من هذه الأمور، حتى يكون صومك فعلا صوما كاملا. وهكذا إنه إذن صيام الجوارح بشكل عام. ثم هنا من خلال الآية ما هي مقاصد هذا الركن؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من مقاصد الصيام وحصول هذه التقوى، إذن فيه تقوى أي فيه تقرب من الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه وقاية لهذا البدن من مجموعة من الأمراض وغيرها. إذن هناك أمور كثيرة من مقاصد الصيام. أولا خشية الله تعالى ومراقبته، لأن هذا الصيام هو بين العبد وبين ربه. يمكن مثلا أن تختبئ في مكان وتأكل وتشرب ولا أحد يراك، ولكن عندما تصوم لله وأنت لا تأكل ولا تشرب لأنك تستحضر أن الله معك، فهو يربي فيك هذا الأمر، وهو مراقبة الله عز وجل وخشيته. ثم كذلك يربيك على الصبر، فأنت تصوم مدة طويلة وأحيانا يكون الجو حار فتتحمل هذا الجوع وهذا العطش وهذه الأمور وتصبر نفسك، إذن هو يربيك على الصبر. إذن هذه من مقاصده، التربية على التحمل وعلى الصبر. ثم كذلك فيه الإحساس بحاجات الفقراء، عندما تحس بهذه المعاناة تتذكر إخوانك من الفقراء الذين يعانون من هذا الأمر طيلة السنة وليس فقط في شهر رمضان. ثم أيضا فيه التوبة وإصلاح النفوس، فهو محطة، كثير من الناس يتوبون في رمضان من مجموعة من الأمور التي كانوا يقومون بها، كمن كان يدخن أو كمن يقوم بمجموعة من الأشياء، فتأتي هذه الفرصة، فرصة رمضان، لكي يرجع الإنسان إلى ربه ويتوب إليه، ثم يتبع طريقا مستقيما بعد رمضان، وليس فقط عندما ينتهي رمضان يرجع إلى تلك العادات السيئة، وإنما عليه أن يكون أو تكون هذه المحطة وهذه البداية هي فرصة لتجديد وإصلاح العلاقة مع الله. هذه بعض من مقاصد هذا الركن المهم اللي هو ركن أو صيام رمضان. نمر إلى ركن الآخر وهو الركن الأخير، وتشير إليه هذه الصورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحديث في صحيح البخاري. الرفث معناه هو الجماع، والجماع تلك العلاقة التي تكون بين الزوج وزوجته. ثم الفسق وهو الذنب والمعصية. إذا لم يفسق أي لم يرتكب ذنبا ولم يرتكب معصية. إذا ذهب الإنسان بهذه الأمور وكان حجه لله سبحانه وتعالى، فإنه سيحقق لنا مجموعة من المقاصد. إذا أولا نتعرف على معنى الحج. الحج في تعريفه بشكل عام هو مجموعة من المناسك التي يؤديها المسلم مرة في العمر بالديار المقدسة.
الإنسان عندما يذهب إلى الحج فهو يقوم بمجموعة من الأمور كالطواف والسعي بين الصفا والمروة إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه نسميها بالمناسك، تلك الأعمال التي يقوم بها الحاج عندما يذهب إلى الديار المقدسة. إذا مجموعة من المناسك التي يؤديها المسلم مرة في العمر، لأنه يجب عليك فقط مرة في العمر، وما بقي أو ما غير ذلك فهو ليس بواجب، إنما هو واجب مرة واحدة في العمر لمن استطاع له لذلك سبيلا. إذا نرجع إلى المقاصد، من مقاصده أننا عندما نذهب إلى الحج فالله عز وجل شرع لنا هذا الحج، فهو بمثابة كفارة ومغفرة للذنوب. فمن ذهب إلى الحج وكان حجه لله عز وجل، وليس القصد أن ترجع ليقول الناس عنك الحاج فلان أو الحاجة فلان، وإنما القصد هو أنك تتقرب إلى الله وتؤدي هذا الركن اللي هو عبادة من العبادات. فإذا قمت بهذا الأمر ولم ترفث ولم تفسق، وبينا معنى الرفث ومعنى الفسق، فإن النتيجة التي ستحصل عليها فإن الله يكفر عنك ذنوبك، فترجع كما ولدتك أمك، كأنك لم ترتكب ذنبا من هذه الذنوب. إذا من مقاصد الحج مغفرة الذنوب، ثم كذلك أنه يربيك على التضحية، لأنك تضحي بمالك، بالإضافة إلى مع في هذا الزمن أصبحت المشقة أو مشقة السفر أصبحت يعني أمرا يعني ميسرة، لم تكن تلك المشقة التي كان يعاني منها الأجداد قبل اختراع الطائرات وغيرها. فكان الناس يذهبون بالبغال والحمير، ومنهم من كان يذهب على رجله، فكانوا يقطع يعني مدة طويلة حتى يصلون إلى الحج ليؤدوا هذه المناسك، ومنهم من يموت في الطريق، فكانت هناك تضحية كبيرة. أما الآن والحمد لله فأصبحت الوسائل متوفرة، ولكن معنى التضحية فهو لا يزال حاضر، الذي يحج ويضحي بماله ووقته وغير ذلك. ثم كذلك فيه تعارف وتواصل، يحصل هذا التعارف والتواصل، يلتقي المسلم من المغرب مع المسلم من الجزائر، من فلسطين، من سوريا، من مختلف دول العالم، فيلتقي المسلمون، فهو بمثابة مؤتمر يلتقي فيه المسلم، فيحصل بينهم هذا التعارف والتواصل. ثم كذلك يحصل نوع من التعايش والتسامح بالحال بين مختلف هؤلاء الأشخاص الذين يلتقون في الحج، فلا بد أن يكون هناك تقدير للآخر واحترام، ولا يكون تزاحم ولا تدافع، لأن هذه من قيم التعايش والتسامح. ثم كذلك فيه تذكير بيوم الحساب، لأنك عندما ترى هذا المشهد المهيب، عدد كبير جدا من الناس، فهذا يذكرك بيوم الحساب، في اليوم الذي يبعث فيه الناس يوم القيامة في أرض واحدة، وكلهم ينتظرون أن يأتي الله عز وجل لكي يفصل بينهم، ليعرف كل واحد منهم هل سيكون من أهل الجنة أم من أهل النار. فهذا المشهد في مكة يذكرك بهذا اليوم ليجعلك تستعد له جيدا. إذا عرفنا أيها الأحباب أركان الإسلام، وقلنا هي خمسة. أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا صوم رمضان، وخامسا حج بيت الله عز وجل، وبيتحل من استطاع له أو إليه سبيلا. إذا هذه هي أركان، وعرفنا مفهوم كل ركن وكذلك مقاصد كل ركن. أعطيكم هذا التقويم تجيبون بصحيح أو خطأ. إذا أحدد موقفي مما يلي. إذا امرأة ترى أن التعامل الحسن مع الناس يغنيها عن الصلاة. امرأة ترى أنها إذا تعاملت وكان سلوكها جيد وتتعامل بشكل جميل مع الناس وتحسن إليهم أن هذا يغنيها عن الصلاة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ إذن أكيد هو خطأ، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، وعندما نقول ركن فهو أمر أساسي. كأنك مثلا عندك طاولة، عندك طاولة وهذه الطاولة لها أرجل، عندما تنزع منها رجل فما الذي يحصل؟ فإنها تميل تميل ولا تستقر ولا تستقيم. فكذلك أركان الإسلام، فلا بد عليك أن تأتي بهذه الأركان كلها حتى تكون مسلما. أما إذا أنكرت أي ركن من هذه الأركان ولم تأتي به فعندك خلل في إسلامك. إذن هذا تصرف خاطئ. الصلاة حسن التعامل مع الناس هذا جيد، لكن أن تقول أن هذا يغنيك عن الصلاة فهذا خطأ.
ثم شخص يصوم رمضان ويتكلم في الناس بالسوء، هل هذا التصرف جيد؟ أكيد هو خاطئ، لأن قلنا الصيام لا يكفي فقط أن تمتنع عن الأكل والشرب، بل لابد أن تصوم جوارحك فتمتنع عن سب الناس وشتمهم والغيبة إلى غير ذلك. إذا تحفظ لسانك أيضا، لابد أن يصوم لسانك عن الحرام. الأمر الثالث، غني يرفض إخراج زكاة ماله لأنه تعب في تحصيله. إذا رجل عنده مال فيقول لك أنا تعبت وعملت بجد حتى أجمع هذا المال، فلماذا أعطي منه للفقراء؟ إذا أنا الذي تعبت، فلماذا لا يتعب هذا الفقير؟ إذا هل هذا صحيح أم خاطئ؟ أكيد أيضا تصرف خاطئ، لأن هذا فريضة يجب عليك أن تخرج الزكاة إذا كانت لك القدرة على ذلك. ثم رجل يوحد الله ويطيع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ما موقفك منه؟ أكيد هو تصرف صحيح، هذا المطلوب، إذا تصرف صائب مناسب. ثم أيضا رجل يحرص على الصلاة ويأكل مال اليتيم، هل تتفق معه؟ إذا لا أتفق معه، إذا سلوك خاطئ. جميل أنه يحرص على الصلاة، ولكن أن يأكل مال اليتيم فهذا دليل على أنه لم يستفيد من هذه الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر، وأكل مال اليتيم هذا من المنكر. فما دام أن صلاته لم تنهه عن هذا الأمر فهو لم يستفد جيدا من هذه الصلاة. نمر إلى موقف آخر، الحج مكان للتعارف والتعايش والتسامح، صحيح جيد، إذا هذا يعني أمر صائب. ثم رجل يصوم رمضان ويتشاجر مع الناس ويسبهم، هل هذا جيد؟ إذا أكيد هو تصرف خاطئ، إذا وهذا نراه كثيرا في رمضان، أن كثير من الناس خاصة في المساء يحصل بينهم شجار ويعني قبل الإفطار، فهذه من الأمور التي تدل على أن هؤلاء لا يفهمون الصيام كما ينبغي، أو أن صيامهم ليس صياما كما ينبغي. فلا يكفي فقط أن تكون صائما عن الأكل والشرب، بل لا بد أن تصوم جوارحك كلها عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن نمر إلى بعض القيم المستفادة، طبيعة الحال ملخص سأتركه لكم في النهاية. بالنسبة للقيم هناك قيم كثيرة، أولا التوحيد، تلقى من الركن الأول اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا فيه قيمة التوحيد، أنك توحد الله عز وجل. ثم كذلك قيم التضامن، وهذه نراها في الحج، فيحصل هذا التضامن بين الناس والتعاون، وكذلك في إخراج الزكاة، فالزكاة هنا تربينا على قيمة التضامن بين الناس. ثم كذلك الصبر، في الصيام تحتاج إلى صبر، في المحافظة على الصلاة تحتاج إلى صبر، في كل الأركان فأنت تحتاج إلى صبر حتى تؤدي هذه العبادات كما يجب. ثم أيضا التعارف قلنا يتحقق لنا في الحج، وفي فهذه قيمة تحصل بشكل أساسي في مثل هذه المواسم. ثم كذلك التسامح، فهذه بعض القيم المستفادة. نرجع إلى امتدادات سلوكية، بعد أن عرفنا هذه الأمور ما الذي ينبغي علينا فعله؟ إذن أول شيء يجب علي أن أوحد الله تعالى وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم الكريم. ثم ثاني شيء أحرص على صلاتي ولا أفرط فيها، إنها ركن من أركان الإسلام. أيضا أحرص على صيام رمضان، أعتذر عن الخطأ، وأتجنب كل ما يفسد صومي. ثاني شيء أخرج زكاة مالي إذا توفرت في شروط ذلك، إن شاء الله عندما في المستقبل عندما يكون لدي مال وتكون عندي القدرة على إخراج الزكاة فيجب أن ألتزم بذلك ولا أكون بخيلا. ثم أحرص على تأدية مناسك الحج إذا استطعت ذلك. نمر إلى تمحيص جزئي للفرضيات. إذن قلنا ما المقصود بالعبادة، عرفنا العبادة، قلنا أنها ليست فقط هي الصلاة والصوم والزكاة، وإنما كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال، وإنها تشمل كل مناحي الحياة، سواء كان قلنا الأكل أو الشرب أو الدراسة أو العمل، أي شيء إذا كان هذا العمل مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته.
وهل إتقان العمل يعتبر عبادة؟ وأي الشخصيات على صواب؟ هذه سنراها إن شاء الله في ما تبقى من الدروس. الآن إن شاء الله سأعطيكم يعني خلاصة تكتبونها في دفتركم. إذا عندنا العبادة غاية الخلق، أركان الإسلام، المفهوم والغايات. إذا رأينا مفهوم العبادة وقلنا أنها لغة هي الطاعة والخضوع والتذلل، إذا لم نذكر هذا لا نذكره. ثم شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي الغاية من خلق الجن والإنس لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم الأركان، عندنا الركن مع مفهوم كل ركن ومقاصد كل ركن. إذا الركن عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، مفهومه قلنا هو إقرار واعتراف بوحدانية الله عز وجل ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من مقاصده عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة فمفهومها هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ثم من مقاصدها ربط الصلة بالله وتهذيب النفس، وكذلك تحصن المسلم من الفواحش والمنكرات. أما الزكاة فهي عبادة محددة المقدار يخرجها الغني من ماله ويعطيها للمستحقين الذين حددهم الشرع. من مقاصدها تطهير النفس من البخل، ثم إحلال البركة في المال، وكذلك التربية على التضامن والتكافل، وكذلك فيها الوفاء بحق الفقراء. أما الصيام فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى مع تجنب كل ما يفسده. من مقاصده خشية الله تعالى ومراقبته، ثم التربية على الصبر والإحساس بحاجات الفقراء، وكذلك التوبة وإصلاح النفس. أما الحج فهو مجموعة من المناسك التي يؤديها المسلم مرة في العمر بالديار المقدسة. من مقاصده مغفرة الذنوب والتربية على التضحية، التعارف والتواصل، التعايش والتسامح، ثم كذلك فيه التذكير بيوم الحساب. إذن تكتبون هذا الملخص. بالنسبة للغايات، غايات العبادة، عفوا هنا كان المفروض أن تكون هي الأولى بعد مفهوم العبادة ثم غاياتها. من غاياتها الوفاء بحق الله تعالى، ثم كذلك نيل مرضات الله وإصلاح النفس وإصلاح المجتمع وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. إذا هذا هو الملخص. بقيت لكم القيم والامتدادات السلوكية تكتبونها، إذا ترجعون إلى وتكتبونها. بالنسبة للإعداد القبلي، إذا ما معنى الحقوق في الإسلام؟ ثم ما المقصود بالتوحيد؟ إذا خطأ، المقصود بالتوحيد وليس التوحد، وكذلك الإخلاص. ثم ما هي آثار التوحيد والإخلاص على الفرد والمجتمع؟ إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أتمنى أن تشاركوه مع الأصدقاء، ونلتقي في درس آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.